بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 42 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 68 بعد 506,000. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائض بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر. أبا سفيان بن حرب اللي هو الأموي اللي هو قائد جيوش الكفار في ايه؟ في احد، مش في بدر، في احد وفي الاحزاب، والذي قلب الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم عام الفتح. الحادثه دي كانت قبل اسلام، الحادثه دي كانت ايه؟ حال كونه كافرا. فبيقول ايه بقى؟ أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر. يبدو أنه هو لما راح المدينة ساعة صلح الحديبية وحصل أن هم أخلت قريش بشروط إيه؟ الصلح، فقتلت رجل من حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأبا سفيان خاف لحسن النبي إيه يفض المعاهدة ويقتلهم، فراح سافر وساب مكة وراح المدينة يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ان احنا هندفع دية الايه؟ القتيل ده. كويس؟ فاراد انه يقابل النبي، معروفه القصه، والنبي رفض مقابلته. وراح لام حبيبه بنته علشان تخليه يقابل النبي، رفضت. راح لابو بكر قال له ما اقدرش اكلمه، راح لعمر قال له ما اقدرش اكلمه، وكلهم ايه؟ تنكروا له. فمر ابو سفيان مر على ايه وهو ماشي في المدينه في فتره الهدنه صلح الحديبيه؟ على ايه؟ على سيدنا سلمان وصهيب وبلال قاعدين كده مع مجموعه. فقالوا والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ماخذه. بيقولوا له كده يعني لسه سيوف الله، يعني سيوف المسلمين، لسه ما وصلتش لعنقك ايها الكافر يعني. فاهم؟ ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ماخذها. قال ابو بكر ماشي. سيدنا ابو بكر بقى كان رجل ايه؟ حكيم، عنده حكمه، ده راجل زعيم قومه، انت ليه تشتم واحد زعيم قومه حتى لو كافر؟ وبعدين في بلدك، مش من الحكمه. فهمت ازاي؟ قام سيدنا ابو بكر بقى يغلب عليه الدبلوماسيه وايه؟ فقال لهم ايه؟ فقال ابو بكر اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ لانه ايه؟ مراعاه لانه ضيف عندهم. اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. سيدنا أبو بكر راح أخبر النبي اللي حصل. فهمت إزاي؟ قال له ما شفتش سلمان وبلال وصهيب قاعدين وأبو سفيان معدي قدامهم يقولوا له كده؟ فأنا رحت قايل لهم كده. بيحكي له قصة، كويس؟ فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر. ده احسن تكون كسبتهم واغضبتهم، يعني روح راضيهم بقى. ودي برضو كرامه كبيره، ان رضاهم من رضا الله وغضبهم من غضب الله، دي مقام عالي. فقال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم، لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك. فاتاهم ابو بكر فقال يا اخوتاه اغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله الله لك يا اخي يا اخي. خد بالك لازم تقراها كده، لا وتقف شويه، لا وتقف لحظه،
يعني لم تغضبنا. فهمت ازاي؟ لكن لو قريتها بالوصل كانهم بيقولوا لا يغفر الله لك، واذا خطا كانهم بينفوا المغفره. فهمت؟ فيبقى لازم تقراها وتقف لحظه. فقال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم، لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك. فاتاهم ابو بكر فقال يا اخوتاه اغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا اخي. فهمت بقى طريقه النطق مهمه. عارف لما نطقتها غلط وجبت وصلت تدي معنى مخالف، كانهم بيدعوا عليه. فهمت بقى؟ والمساله مش كده. باب من فضائل الانصار رضي الله عنهم. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واحمد بن عبده واللفظ لاسحاق قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في قال فينا نزلت اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. لان لما طلعوا في غزوه احد طلع معاهم المنافقين، ففي الطريق الجماعه المنافقين بما فيهم عبد الله بن ابي ابن سلول قالوا ايه؟ احنا اللي طلعنا من المدينه، ما كنا قعدنا ولما كانوا يجوا الكفار نبقى نقتلهم جوه المدينه، اللي هو كان راي النبي الاولاني. فهمت ازاي؟ بس النبي كان عزم خلاص وخرجوا، فما فيش داعي انك انتوا تشقوا عصا الايه؟ المسلمين. فقام فيه طائفه من الانصار ابتدت تسمع كلام المنافقين، قالوا اه ايه اللي طلعنا فعلا؟ فكادوا ان هم يرجعوا للمدينه ويسيبوا النبي. ادي معنى تفشلة. فهمت ازاي؟ يعني يفشلوا يعني يسمعوا كلام المنافقين ويرجعوا يردوا للمدينه وما يخرجوش مع جيش المسلمين لاحد. فهمت بقى؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فينا قال فينا نزلت اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا. يبقى تفشلا يعني يعودوا الى المدينه ادراجهم تاركين جيش المسلمين لاحد على راي النبي الاول الذي تنازل عنه صلى الله عليه واله وسلم بناء على ايه؟ على اشاره المنافقين. هنا بقى الايه؟ يفشلوا يعني ايه؟ يعني يتركوا امر النبي. هو ده الفشل بعينه، انك انت تمشي على خلاف ايه ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله وليهما، لولا ان الله وليهما صرف عنهم هذا المعنى. فقالوا لا نمشي مع النبي احسن. نمشي وراكوا ليه؟ يعني الاول شاوروا نفسهم. قالوا اه والله عندهم حق، اللي طلعنا؟ ما احنا ما كان النبي حتى قال كده يا اخي. فهمت ازاي؟ النبي ما خرجش الا علشان احنا قلنا نخرج، لا احنا نقعد. شاوروا بعضهم كده. وعين ربنا علشان وليهم قال لهم ايه؟ ترك هذا من 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 ذهنهم وصرفه واستمروا على ما هم عليه من ايه؟ من طاعه لله ورسوله. فهمت؟ عشان كده والله وليهما. فهم فرحانين قوي حكايه ايه؟ والله وليهما دي. يعني خد بالك من كان وليه الله خلاص، يعني كانت الاكوان في خدمته. بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. يعني ما بصوش لكلمة تفشلة، وما بصوا لي والله وليهما. فهمت؟ والله وليهما دي منقبة كبيرة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا وأبناء أبناء الأنصار يعني اليوم القيامة يعني. فهمت؟ وعن أبي قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله ابن أبي طلحة أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال وأحسبه قال ولذراري الأنصار. يعني أي أبناء الأنصار؟ ذراريهم يعني أي أبنائهم نسلهم. الذراري هم النسل. كويس؟ ولذراري الأنصار
ولموالي الأنصار لا أشك فيه، يعني لا أشك في سماع هذا من إيه، من أنس يعني. وعن أبي قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا، ممثلا يعني منتصبا واقفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في طرقات المدينة في مجموعة من الأنصار أطفال ونساء جايين من فرح، جايين من عرس، فالنبي وقف لهم إيه يحييهم يعني. فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. شفت الجمال بقى؟ يبقى النبي ما يحب حد يبقى ما يتعذبش، خد بالك. النبي ما يحب، لا يحب إلا من أحبه الله، ومن أحب الله، من أحبه الله لا يعذبه. اعرف دي كويس. يبقى ربنا ما يعذبهمش، فهمت بقى؟ في روايات البخاري إيه؟ فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممتنًا. مكان إيه؟ ممثلًا، ممتنًا. يعني إيه؟ معترفًا بجميل هؤلاء الأنصار له حيث استضافوه في بيوته. في روايات أخرى فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، في رواية تانية بقى غيرها، لكن رواية مسلم ممثلا أو ممثلا بفتح الثاء وكسرها لغتان على فكرة، ممثلا وممثلا، يعني إيه قائم منتصب يعني. فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلى بها يعني إيه؟ يعني كلمها على جانب كده أمام الناس، أدي معنى خلى بها، مش دخل بها حجرة يعني، لا، قال يعني كلمها في امر خاص على جانب بعيد عن الناس حتى لا يسمع الناس ما تقول، ادي معنى فخلى بها، يعني خلى بها امام الناس لا في خلوه، اي في كلام من قبيل المناجاه، يعني كانها بتكلمه في امر خاص لا تريد ان تسمع الناس، فهم؟ قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي 3 مرات. وعن أبي قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كرشي وعيبتي، إن الأنصار كرشي، كرش الرجل هو بطانته، واخد بالك، أو موضع سره، زي ما كرشك كده وبطنك، شوف كرشك ده مش بطنك، بطنك، فكرشي يعني بطانتي، فهمت إزاي؟ يعني موضع بطانتي، يعني موضع سري، وعيبتي يعني خاصتي، عيبتي يعني ايه؟ يعني خاصتي. والعيب اصلا هو ما هو اناء يضع فيه الرجل او المراه انفس متاعه، يسموها عيبته، عيبته زي الخزنه بتاعته، عارف الخزنه؟ واحد عنده مخزن خزنه في بيته كده ويقفل عليها مفتاح، مفتاح بيته يحط فيها كل شيء نفيس، دي اسمها العيبه. فهمت؟ فبيقول انتوا ايه؟ يعني افضل من اخزنكم. وأنتم خزانتي وأنتم إيه يعني خاصتي. وده كلام برضو عظيم، الأنصار تحب تسمع الحاجات دي إيه، لأنها كانت تحب النبي أيما حب. قال إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، يعني الناس هيكتروا والأنصار يقل، وإن الناس سيكثرون ويقلون، يعني ويقلون الأنصار،
فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. يبقى الكلام موجه هنا لكل الأمة بما فيها حكام الأمة. أما تعرف إن ده أنصاري حتى لو أذنب، لو اعتذر خلاص اعفوا عنه. بإيه؟ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم، اللي هي أسر الأنصار وعائلاتهم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار. بنو النجار كانوا أخوال النبي من رضاع، أخوال النبي، لأنهم كانوا مين؟ أرضعوا عبد المطلب جده، ما عبد المطلب أمه من المدينة أصلا، أمه من المدينة، فكل اللي رضعوا عبد المطلب يبقوا أخوال للنبي. فهمت بقى إزاي؟ خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل عليه. سعد ده من الأوس، فهم زعيم الأوس، فالنبي ما جابش سيرتهم، ما هو قال في الآخر وفي كل دور الأنصار خير، يعني سعد والأوسيين دخلوا، فهم؟ لكن سعد كان عايز يبقى إيه في الأول يعني. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. والرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال ألا يكفيك أن تكون من أهل الفضل؟ مش دي كفاية عليك؟ خلاص كفاية عليك، أنت من أهل الفضل. والتخيير بين الناس والقبائل لا يكون إلا بوحي على فكرة، فما ينفعش الناس تتكلم فيه، ده وحي من الله، إنما يقدرش يغيره، ده وحي من الله. هو ده، فهمت إزاي؟ هو سعد بقى منتظر إن النبي يعني إيه هو اللي بيخير من عند نفسه؟ لا، النبي ليس من عنده، ده من عند الله. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أبي أسيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر في الحديث قول سعد. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سمعت أبا أسيد رضي الله عنه خطيبا عند ابن عتبة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار ودار بني عبد الأشهل ودار بني الحارث بن الخزرج ودار بني ساعدة، والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. عشان هو مش منهم يعني، لكن بيبلغ كلام النبي. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال شهد أبو سلمة لسمع أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة قال أبو أسيد اتهموا أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت كاذبا لبدأت بقوم بني ساعدة، يعني خليتهم آخر ناس. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال خلفنا فكنا آخر الأربع، أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرجوا لي حماري يعني وضبوا لي الحمار الركوبة بتاعتي، يعني حطوا عليها السرج، يعني حطوا عليها البردعة، البردعة اللي هو ما يوضع على ظهر الحمار حتى يركب عليه الراكب. أدي معنى أسرجوا لي حماري، يعني طلعوا لي العربية من الجراج، لأن الحمار بالنسبة لهم هو السيارة. فهمت إزاي؟ وطلع على اي عرابي على طول، واخد بالك يعني ايه مسرع يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم. اسرجوا لي حماري اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكلمه ابن اخيه سهل فقال: اتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت رايح فين؟ انت رايح ترد على النبي كلامه؟ تاني بيمسكه على الحمار، قال له اسكت اسكت، بيفرمل الحمار. اتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم، اوليس حسبك ان تكون رابع اربع؟ فرجع وقال: والله ورسوله اعلم، وامر بحماره فحل عنه. ما رضاش يروح بقى، فهم فعلا لا ما يصحش، راجع نفسه. وعن ابي قال: حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثني ابو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه ان ابا اسيد الانصاري حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الانصار او خير دور الانصار، بمثل حديثهم في ذكر الدور، ولم يذكر قصه سعد بن عباده رضي الله عنه. وعن ابي قال: وحدثني عمرو الناقد. سعد بن عباده كان كمنه زعيم في قومه، لما اتفقوا على ان سيدنا ابي بكر يبقى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو يرى انه المفروض يبقى في خليفه من الانصار وخليفه من المهاجرين، كان يرى ذلك. لما لقى كل القلوب اجتمعت على ابي بكر عمل ايه؟ ساب المدينه وراح في الشام، سابها لهم وراح قاعد ايه في الشام، مش عمل بقى ايه مظاهرات علشان يشق عصا المسلمين، لا، مؤدبين يعني، حتى لما كانوا يختلفوا عندهم ادب الخلاف. هو شايف وجهه نظره كده وهو من زعيم قومه، فازاي بقى ابو بكر يبقى هو مسؤول عن الانصار وعن المهاجرين؟ ابو بكر ده مهاجري واحنا انصار، احنا نبقى مسؤولين عن نفسنا وهو مسؤول عن المهاجرين، ده وجهه نظره كده. صحيح المسلمين ما وافقوش عليها، لكن هو مصمم عليه. لكن لما لقى كل المسلمين على يد واحده على سيدنا ابو بكر ما عملش ايه؟ لم يشق عصا الطاعه. شوف الادب بقى. لا باس انك انت ما تقتنعش، لكن الباس كل الباس ان يكون سبب عدم اقتناعك يكون سبب فتنه في المسلمين فتخالف امرهم، هو دي المشكله. مش مهم انك انت تقتنع وما تقتنعش، انت حر. لكن ما تخليش حريتك سبب لايه؟ لاراقه دماء المسلمين وفرقه المسلمين. عمل ايه سيدنا سعد بن عباده؟ ساب لهم المدينه. مع انه كان عنده ارضه في المدينه وعنده كل حياته في المدينه. ساب لهم المدينه وقعد في الشام لحد ما مات في الشام. واخد بالك؟ الى ان مات. علشان ايه؟ ما يقولش كلمه يفضفض فيها يقوم يجد ايه؟ اذان تسمع لرايه. وهذه الاذان تكسر 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 وفي الاخر تشق عصا المسلمين. فيهمه يبقى المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. لازم نتعلم من الصحابة أدب الخلاف رضي الله عنه جميعا. وعن أبي قال: وحدثني عمرو الناقد وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس عظيم من المسلمين: أحدثكم بخير دور الأنصار؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنو عبد الأشهل. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو النجار. يبقى ايه بدايه بنو عبد الاشهل هنا؟ البدايه قبل بنو النجار، دي روايه جابها في الاخر كانها خلفت ما هي اصح منها. خد بالك الوهم من الراوي، لم يراعي الترتيب، عشان كده جابها لك في اخر الروايات. خد بالك، افهم كلام الامام مسلم في طريقه ايه تصنيفه للكتاب، يجيب لك في صدر الايه الباب ما هو اوثق في الترتيب، ويجي لك في الاخر في المتابعات ما قد يخالف الترتيب احيانا، كأنه بيقول لك لو سمعت كده ارجع للرواية الأولى. كأنه بيقول لك كده، لو سمعت المخالفة الترتيب ليها فارجع للرواية الأولى لأنها أوثق. فهمت إزاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنو عبد الأشهل. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو النجار. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو الحارث بن الخزرج. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو ساعدة. قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم في كل دور الأنصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال: أنحن آخر الأربع؟ حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجال من قوم: اجلس، ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسمي أكثر ممن سمى. فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في حسن صحبة الأنصار رضي الله عنهم.
وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن عرعرة واللفظ للجهضمي قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. ثابت البناني روي أنس بن مالك وزوج بنته وقائده حين عمي كمان. ثابت البناني كان سيدنا أنس أول ما يسمع إن في الباب ثابت البناني داخل بيخبط كده وداخل يقوم يقول لي إيه الخادم بتاعه هات لي الطيب يا سيدي هات لي الطيب ويطيب إيده يقول له لأنه لا يدخل إلا ويقبل يده ويقول هذه يد إيه مست يد رسول الله فكان يطيب له إيده مخصوص عشان لما يسلم إيه يشم رائحة طيبة فكان ثابت البناني إذا دخل على أنس بن مالك لازم يمسك إيده ويقبلها ويمسح بها وجهه ويقول هذه يد إيه مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر جرير بن عبد الله البجلي دي من بني بجيلة ودي قبيلة من اليمن من قبائل اليمن وكان زعيم في قومه جرير وأسلم إمتى أسلم متأخرا بعد نزول المائدة واخد بالك يعني تقريبا بعد فتح خيبر جرير بن عبد الله البجلي كانوا بيفرحوا بإسلامه المتأخر ليه لأنه هو الذي روى المسح على الخفين والمائدة فيها غسل اليد القدمين مش كده برضو آية الوضوء وجرير أسلم بعد المائدة وقال إن النبي مسح على خفاي فقالوا يبقى خلاص آخر العهد هو المسح على الخفين مفيش مش منسوخة بآية المائدة فكانوا يفرحوا برواية جرير دي فهمت بقى إزاي وكان من أجمل الصحابة كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول عليه يوسف هذه الأمة يوسف هذه الأمة من جماله يعني سيدنا جرير بن عبد الله البجلي وكان لا يثبت على فرس كان ايه اما يركب الفرس ويجي الفرس يمشي يتنطق وبعدين يقع ما يعرفش ايه يثبت على الفرس فلما النبي صلى الله عليه وسلم ارسله لدي الخلصه وده كان ايه مكان بيعبدوا فيه الاصنام في اليمن في بلده فارسله لدي الخلصه علشان ايه يعني يريح النبي منها فيحرقها ويهدمها هو يمني ودي في بلده فاشتكى للنبي انه لا يثبت على فرس قال طب انا هروح ازاي ما اثبتش على الفرس ازاي ابقى فارس فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره فكان من افرس العرب بعد ذلك ببركته رضي الله عنه وارضاه سيدنا جرير بن عبد الله البجلي قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني خد بالك انس بن مالك ده خادم النبي جرير بن عبد الله ده أمير من أمراء اليمن فبقى جرير الأمير ده يخدم خادم النبي فهمت إزاي؟ شفت بقى إيه حسن المعاملة فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته اعترافا بجميل الأنصار يعني لأنهم إيه نصروا النبي وآووا النبي وجلسوا معه والنبي كان يحبهم فكان إيه يخدم أنس محبة في إيه في الأنصار الذين كان النبي يحبهم زاد ابن المثنى وابن بشار في حديثهما وكان جرير أكبر من أنس وقال ابن بشار أسن من أنس باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله غفار اللي هو إيه قبيلة أبي ذر الغفاري وأسلم برضو قبيلة من قبائل اليمن لأن الاثنين أسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير قتال فعشان كده دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن مهدي قال قال ابن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتي قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أسلموا سالمها الله وغفاروا غفر الله لها. وعن أبي قال حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وسويد بن سعيد وابن أبي عمر قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حا قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن حميد عن أبي عاصم كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر حا قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهم كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وعن أبي قال وحدثني حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن خثيم بن عراق عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، يعني قالها في القنوت. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. وعن أبي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله قال وحدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة قال وحدثني زهير بن حرب والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، وفي حديث صالح وأسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على المنبر. يبقى تعددت الأحوال، إن مر على المنبر ومر في صلاته. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل حديث هؤلاء عن ابن عمر أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.